تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ ناصر السليم، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. أذكركم مستمعين الأعزاء بالتواصل معنا، ونرحب أيضا بمشاركاتكم باقتراحاتكم وبكل ما يعني يخص صحتكم وسعادتكم عبر الساعة في برنامجنا هذا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء أن أول فقرة من فقراتنا فقرات البرنامج مع فقرة السوشيال ميديا وما يدور وما يستجد أيضا في السوشيال ميديا مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير والنور والعافية أستاذة أسماء. مستمعين الأعزاء ننتظر بس نأخذ الأخت أسماء الجناحي وموضوع السوشيال ميديا، ولكن بناخذ الخبر في وسائل الإعلام ورسالات الأنباء اليوم. خبر في صحيفة البيان، حمدان بن محمد يطلق جائزة استثنائية لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة كورونا. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي تسير وفق النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في التعامل مع الأزمات وتحويلها إلى فرص بإيجاد الحلول المبتكرة والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية لاستخلاص نموذج إمارات الفرد، تتمكن من خلال فرق العمل في دبي من إدارة أي أزمة باحترافية والتغلب على آثارها باقتدار. جاء ذلك بمناسبة إطلاق سمو ولي عهد دبي للنسخة الاستثنائية من جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع في دورتها 24 عبر فئة متخصصة لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأوضح سموه أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم حاليا يحتم إيجاد حلول وأفكار غير تقليدية تعين على تجاوزه ومعالجة تأثيراته الذي طالت مختلف أوجه الحياة على شتى الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا سموها الشركات الحكومية والشبه الحكومية والخاصة إلى تقديم أفكار وابتكارات تسهم في إحراز مزيد من التقدم في مواجهة الجائحة وتخطي تداعياتها وتساهم أيضا على عودة الحياة الطبيعية. وقال سموه عبر تويتر: تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المبدع، والتزاما بهذا النهج أطلقنا فئة جديدة استثنائية ضمن جائزة حمدان بن محمد الابتكار في إدارة المشاريع لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19. ومستمعين الأعزاء، تنقسم الفئة الجديدة إلى قسمين هما: الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة كورونا 19 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة كوفيد-19 للمؤسسات الكبيرة وتشمل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة $80,000.
وسيتم أيضا فتح باب التسجيل اعتبارا من الأول من يونيو وحتى 31 أغسطس 2020 لتلقي الطلبات والمشاركة في هذه الفئة، وسيجري أيضا الإعلان عن أسماء الفائزين في نوفمبر من العام الحالي. مستمعين الأعزاء، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بناخذ أخت أسماء الجناحي وبنشوف كل ما يدور في السوشيال ميديا، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ معاكم مستمعين الأعزاء ونشوف كل ما هو يستجد في السوشيال ميديا مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير والنور والعافية أستاذة أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسرور، نحن طبعا متعودين أن ناخذ أول فقرة، ولكن اليوم يعني لظرف ما ناخذ إن شاء الله الحين. فتفضل يا أسماء، عطينا كل ما هو يستجد في السوشيال ميديا. أمس كان الإحاطة الإعلامية الجديدة لحكومة دولة الإمارات، وكانت تتكلم فيها المحدث الرسمي عن الحكومة الدكتورة آمنة الضحاك. كان في بعض النقاط الجدا مهمة وتم ذكرها في الإحاطة بغير عن الإصابات والأشياء الثانية، لكن تكلمت عن عودة الأنشطة والأعمال في الدولة. فقال الدكتورة آمنة العودة للأنشطة والأعمال عناصر أساسية ومهمة في دفع عجلة التنمية، وغلبها لم تتوقف خلال الفترة الماضية، فقد كانت القطاعات المختلفة تعمل بكفاءة عن بعد واستمرت في تقديم الخدمات للمجتمع. من ضمن الأشياء أن هناك العودة التدريجية وتعديلات في برنامج التعقيم الوطني ومواعيده وفق تقييم الجهات واللجان في كل إمارة بعد دراسة والتأكد من جاهزية القطاعات الاقتصادية لاستقبال الجمهور. أيضا ذكرت الدكتورة آمنة الضحاك أن جاهزية القطاع الصحي عالية جدا، وعندنا منظومة تعمل على مدار الساعة تضم برنامج تعقيم وطني، توسيع نطاق الفحوصات، توسيع الفحوصات المنزلية لأصحاب الهمم، وبرامج فحص المواطنين وفئات من المقيمين، و24 مركز فحص من المركبة، ومستشفيات ميدانية، ودعم آلاف المتطوعين المتخصصين. أيضا من الأشياء المهمة اللي تم التأكيد عليها أن نسبة كبيرة من الإصابات تأتي بسبب المخالطة الناتجة عن التجمعات. نحن دائما نذكر في الإذاعة في قنوات التواصل الاجتماعي تجنب التجمعات، لكن يعني نتمنى يعني ممكن شخص واحد يعني جميع ملتزم، لكن شخص واحد ممكن يعني يخرب التزام مجموعة كبيرة. وعدم التزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمام، التباعد الجسدي، والفترة الماضية كان تسجيل انتقال العدوى بين عدد من العائلات نتيجة التجمعات وبعض مخالفات من فئة العمالة. وايد من الأشخاص قمنا نشوف في قنوات التواصل الاجتماعي إنهم مثلا فرحانين وبيظهرون ما بيردون البيت إلا في الليل، ومن ضمن هاي الرسائل وأنا بطلع وبسير وبحوط وبسوي. لكن في نقطة مهمة ذكرت أيضا في الإحاطة إن كل فرد منا أصبح مسؤول عن سلامته وسلامة عائلته ومحيطه بالالتزام بالإجراءات، والمرحلة المقبلة تعتمد على الوعي والوقاية والالتزام. كما أن خطر كوفيد لا زال قائما، مخطئ من يظن أن السماح بعودة الأنشطة هو إذان بانتهاء هذا الوباء، بل هو تشارك في المسؤولية بين الفرد والمجتمع. يعني الأشياء هاي يعني نسمع في قنوات التواصل الاجتماعي أن الأشخاص يبغون يسوونها، يا جماعة التجمعات واللقاءات وهالأشياء، الفتح التدريجي لا يعني أن نحن
ترجع الحياة 100% مثل ما كانت، لكن إن هي تعني إن صح صارت المسؤولية بين المجتمع وبين الدولة، المسؤولية مشتركة والجميع مسؤول، وأي شيء يعني ممكن يصير في أي أسرة هاي يتحملها الفرد الأسرة نفسه. فنتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات والاحتياطات سواء في العمل أو عند الخروج. نحن ما نقول الناس لا تطلعون، لكن إذا بيظهر يهتم في لبس الكمامات. يعني نحن نشوف بعض الأشخاص يحطون الكمام في حرجهم، يعني نحن ما يحتاج كمام، الكمام على الأنف والوسم. فيعني موضوع أن نحط الكمام على حنتي ما له داعي. فيعني نحن نتمنى من الجميع أن يلتزم بوضع الإجراءات الصحيحة عشان سلامته، وده هو ما يفكر في نفسه، على الأقل يفكر في أمه، في أبوه، في أشخاص اللي عنده في البيت. أيضا من الأشياء المهمة نحن نتمنى من الجميع تحمية تطبيق الحصن، وهذا راح يساهم في تحصين المجتمع وتحصين الفرد نفسه. في آخر فيديو تم وضعه في قنوات التواصل الاجتماعي في طريقة التحميل، اللي ما يعرف كيف يحمل التطبيق يطلع لآخر فيديو نحن حطيناه في قناة التواصل الاجتماعي، وبيعرف طريقة تحمية تطبيق الحصن وتفعيله في الهاتف. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نأكد عليها، أن هل أنت عدم التزامك بها بالإجراءات والقواعد السلامة قد يلحق الضرر بك وبأحبابك والمجتمع. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذة أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعين الأعزاء، أيضا نحب نذكركم بالخدمات المميزة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، مبادرة طبيب لكل مواطن ومبادرة دوائي أيضا. واليوم إن شاء الله بنتحدث عن تفاصيل المبادرة هاي مع الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. أيضا نذكركم بالتبرع بالدم تحت عنوان قطرة دمك تنقذ حياة إنسان. كل الخدمات هاي مستمعين الأعزاء بإمكانكم التواصل والاستفادة وعمل المواعيد على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي على 8342. مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بيكون معانا الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معه عن النتائج وأهمية خطوة التوسع في نطاق توصيل الدواء لمنازل المرضى. خلكم ويانا وتفاصيل أكثر بعد الفاصل إن شاء الله. راجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نرحب مستمعين الأعزاء بمشاركاتكم بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر رسائل النصية القصيرة 4006. مستمعين الأعزاء، حول موضوع نتائج وأهمية خطوة التوسع في نطاق توصيل الدواء لمنازل المرضى، تتبنى هيئة الصحة بدبي منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية، أساسها الوقاية، وهي تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية المتصلة بفيروس كورونا، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة لهذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم. وفي الجانب نفسه وحرصا منها من هيئة الصحة بدبي على بقاء الناس في منازلهم لحمايتهم من أي عدوى محتملة بفيروس كورونا، وفي إطار جهودها المبذولة من أجل توفير المزيد من خدماتها الطبية وفق أعلى مستويات الجودة، تأتي خدمة توصيل الدواء لمنازل المرضى ضمن مقدمة الخدمات المبتكرة والمتميزة بهيئة الصحة بدبي والتي تنفذها بموجب مبادرة دوائي. وللحديث مستمعين الأعزاء حول هذا الموضوع المهم وهذه الخدمة المتميزة الحقيقة، وللتعرف إلى نتائج وأهمية التوسع في نطاق خدمة دوائي، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. دكتور علي، صبحك الله بالخير والنور والعافية.
صباحك بخير يا عبد الله، كل سنه طيبين ويومكم سعيد ان شاء الله. كل عام وانت بخير الدكتور علي. الحقيقه يعني نبارك لكم هاي المبادره الجميله اللي الحقيقه يعني اسعدت يعني جميع الناس بخصوص موضوع توصيل الدواء وبشكل مبتكر وبشكل يعني مميز من هيئة الصحة بدبي لتوصيل الأدوية مجانا إلى المتعاملين في المنازل. طبعا احنا دكتور بنخليك تتكلم أكثر عن المبادرة هاي، ونود أيضا دكتور تحدثنا عن خدمة مبادرة دوائي، كيف كانت فكرتها وما هي أهدافها ومتى بدأت بهيئة الصحة بدبي، وهل هي خدمة مجانية أم لا؟ بالبداية طبعا جزاكم الله خير عبد الله على المقدمة الجميلة هذه. هيئة الصحة دائما تتبنى أفكار جديدة ومبادرات نادرة من نوعها ولها يعني قيمة اجتماعية، والهدف منها كان طبعا هي تبنتها الهيئة، كان الفكرة من في صيف سنة 2019 في شهر 8 لتبني هذه الفكرة أن يتم توصيل أدوية للمنازل، والحمد لله توفقنا وفقت هيئة الصحة طبعا بجهود وطبعا مسؤولين اليوم طبعا بدعم المدير العام علي حسين القطامي وبتوجيهات طبعا الحكومه الرشيده والشيوخ طول عمرهم، كان الهدف منها هي اسعاد المرضى، رفع سعاده المرضى ورفع طبعا رضاهم، مستوى الرضا العميل. نعم. فبدأنا وأطلقت المبادرة في شهر 12/2019، كان مقتصر على ذوي الهمم وكبار السن واللي في دبي فقط. بعدين توسعت شوية وصارت لكل المواطنين في إمارة دبي. لما صارت جائحة الكوفيد 19 كورونا، وكانت الهيئة أنها تحمي المجتمع وتحمي المرضى، يعني مش كان هدفها هي رضا العميل فقط، لا هي حماية العميل حماية المجتمع. فكانت هدفها أنها تقول للأشخاص أنتوا خليكم في بيوتكم، لا تشيلوا هم أدويتكم، إحنا نوصل لكم لأدويتكم لأدويتكم لبيوتكم نكلمها لكم. والحمد لله كانت النية صافية وتوفقت توفقنا احنا ان احنا نقدم خدمة مميزة. الخدمة المميزة هي شو؟ هي اول شيء عبارة عن فحص سيارات، بس عبارة عن صيدلية متنقلة، لها كل تحمل كل مواصفات الصيدلية من تبريد ومن مكان تخزين سليم ونظيف، زائد ما يكون معها صيدلاني يعني يتنقل مع السيارة، فهي عبارة عن صيدلية متنقلة من مكان إلى آخر، من بيت إلى بيت. يكون الصيدلي متواجد في التوصيل، هو اللي يسلم مش سائق، هو صيدلي هو اللي يسلم الأدوية، وهو يكون جاهز لرد أي استفسار، لإعطاء أي إرشادات للمرضى أو أي شيء ما فاهمينه ممكن يجاوبهم عليه، أي استفسار عندهم متواجد الصيدلي هو اللي يقوم بهذا الشيء. هذا الشيء الأول. شيء ثاني إن هي مجانية. والشيء الثالث، توسعت الهيئة لما شافت إن نجاحها في إمارة دبي، توسعت وأصبحت يعني الخدمة في متوفرة في جميع الدول، في جميع الإمارات التابعة لدولة الإمارات المتحدة، والحمد لله نجحنا في توصيل الأدوية للناس لمنازلها سواء في دبي أو خارج دبي، تقليل المعاناة عنهم إنهم يجون هني، خاصة في الحجر وفي الأشياء اللي ممنوع يخرجوا من بيوتهم. أيضا الهيئة حمت المجتمع، وجودهم وتواجدهم في أماكن مزدحمة، في مستشفيات، في عيادات قد تعرضهم إلى خطورة شوية، فإحنا اليوم حميناهم، حمل المجتمع، الهيئة حمت المجتمع من العدوى، وفرت لوقت أيضا العناء، أيضا وفرت لخدمة مش توصيل بس الدواء، بل توصيل الدواء والإرشادات الدوائية بشكل مجاني. هذه خدمة تعتبر مميزة ما موجودة في أي مكان في العالم، قدمتها هيئة الصحة بدون صيدلاني، يصل الدواء في 24 ساعة بالكثير 48 ساعة للمريض،
يصل لبيته بحسب وجود فداني، يقوم بإعطاء إشادة أو إجابة عن أي استفسار معين عنده. في أسلوب يعني في طبعا بشكل صحيح، السيارة مجهزة مبردة، أيضا إذا كان الدواء يحتاج إلى ثلاجة في الثلاجة موجود في ثلاجات، حتى في توصيل الدواء يعني أفضل حتى من لو كان المريض نفسه أخذ الدواء والصلاة. فالهيئة طبعا الحمد لله نجحت، وكان طبعا مش بس يعني كان هي عبارة عن جزئيتين، جزئية واحدة أن المرضى اليوم هم في النظام، والشيء الثاني أنهم المرضى اللي يأخذون عن طريق الوصفات طريق لكل مواطن المريض، يعني هي عبارة عن خدمة متكاملة. الشخص يكتب، الدكتور يكتب له الوصفة بدون ما يجي المستشفى، ويأخذها يستلم دواء بدون ما يجي المستشفى. فهي منظومة متكاملة عبارة عن خدمتين أو مبادرتين قامت بها الهيئة، كملوا بعضهم البعض. زين، مبادرة طبيب لكل مواطن ومبادرة دوائي كملت على هاي الخدمة، وصارت خدمة متكاملة. المريض يجلس في بيتك يستلم دواءك ولا تجي للمستشفى، وخلاه تشيل هم دواءك ولا تشيل هم علاجك، يوصل لك دواءك لين بيتك. هذا شيء واحد، فالهيئة انطلقت بهذا. شيء ثاني مهم جدا، الهيئة لازم احنا يعني احنا مش بس هي توفير الدواء، مش بس توصيل الدواء، الهيئة طبعا هذه كلها طبعا هي بتوجيهات الله يطول عمرهم الشيوخنا الكرام، وايضا بدعم و طبعا توجيه من مدير العام سمير بقاني. هذه الاشياء طبعا كانت مش بس التوصيل، لا، كان احنا الهيئة كانت تختار الأدوية ذات الجودة العالية، فيصل للمريض دواء ذات جودة عالية، يعني الدواء السليم، الدواء الصحيح، الدواء المخزن بشكل صحيح، الدواء الذي غير مفعول. هذا الشيء الأول، يعني احنا مهم عندنا الدواء ما يكون بس يوصل كدواء، لا، يوصل كدواء ذات جودة عالية ومفعول جيد عشان لا يشاهد المريض ويعالجه. الشيء الثاني انه يصل الى الدواء هذا اللي هو ذات الجوده عليه بشكل كافي، لان المخزون متوفر فجميع الاصناف. فاحنا بعد هذا شيء مهم، الاصناف متوفر، الظروف الحاليه وظروف عدم وجود الطيارات وعدم وجود مع ذلك الهيئه وفرت كميات ومخزون كافي يكفي لمده سنه كامله في مخازنها، وبدأنا نعطي المرضى أدويتهم بشكل كافي وبشكل يعني يكفيهم للمدة الزمنية اللي هي 3 شهور، وأيضا بجودة عالية. هذه مهمة جدا، نجحنا في هذا الشيء الحمد لله، وتوفقنا والله وفقنا لأن كانت النية صافية وكانت الظروف متاحة، وأيضا تعاون المجتمع معنا وتعاون جميع الكادر الطبي سواء من أطباء أو ممرضين أو صيادلة. الحمد لله يعني وصلنا كميات كبيرة، وصلت إلى 800,000 عبوة دواء، يعني 270,000 صنف دوائي، حوالي 34 وصفة طبية وصلوا في دبي والإمارات الثانية. الحمد لله، وإحنا ماشيين على هذا الطريق إن شاء الله، وهي تعتبر خدمة ومبادرة مجتمعية راح تنطلق بها الهيئة ولا تتوقف، سواء الآن أو حتى بعد الكورونا. سوف نخدم المجتمع، هدفنا إحنا طبعا اليوم هدفنا أن نحمي المجتمع، وإن شاء الله بعد ما تعدي الأزمة هذه هدفنا أن إحنا نسعد المجتمع ونقلل العناء. نعم دكتور علي، طبعا يعني حديثك عن هاي المبادرة معروف بأن يعني مبادرة متميزة، ومبادرة لها طابع يعني الإبداع، وهناك يعني زيادة في نسبة رضا المتعاملين، ومثل ما تفضلت بأن يعني المبادرة متميزة فيها يعني روح الإبداع والتميز بسبب وجود يعني شخص متخصص صيدلاني متخصص يوصل لين بيت المريض ويتحدث معه ويعطيه كل الإرشادات اللي يحتاجها ومعلومات. هناك يعني ينبني دكتور علي نوع من الثقة الكبيرة بين
المريض وبين هيئة الصحة والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. دكتور الحقيقة موضوع التوسعة في توصيل الأدوية على نطاق يعني إمارات الدولة كان في وقت قياسي وقت جبار، وأنا متأكد 100% أن هناك كان دعم يعني مباشر من معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي وأيضا فريق عملك المبدع دكتور علي. فلو تحدثنا عن التحديات، أنا أعرف أن كان المشروع هذا مشروع على مراحل، ولكن أنتم بسبب الظروف، ظروف يعني فيروس كورونا، أخذتوا الخطوات السباقة في يعني توسعة الخدمة هاي وتوصيلها إلى عدد شريحة كبيرة من المتعاملين، وأيضا يعني توفقتوا بأن توصل إلى الإمارات الثانية. حابين الحقيقة دكتور نسمع أكثر منك يعني كيف بدأ المشروع هذا وكيف تغلبتوا على التحديات هاي. صحيح أخوي عبد الله، جزاك الله خير. مش بس السؤال هذا سؤال وجيه ومهم جدا. احنا بان هيئه الصحه يعني معروفه ان هي تقبل التحديات وتنتصر عليها، يعني احنا اليوم وبوجود يعني قياده قويه جدا في الهيئه وقابله ومرنه ايضا في تغيير اي خطط مستقبليه تحتاجها الظروف، هيئه الصحه كانت اصلا عندنا احنا الخطه ان احنا في سنه 2020 فقط في دبي ولا نخرج عن دبي في التوصيل الدواء، وفي 2021 نبدأ ننطلق أوكي من الإمارات جزئيا، يعني تنتهي في 2022 لكل الإمارات. لما صارت جائحة كورونا وكوفيد 19 في شهر 3 وفي يوم واحد تم اتخاذ قرار أن خلال يومين يتم إطلاق المبادرة لكل الدولة في خلال يومين. نعم في خلال يومين. هذا شيء جميل دكتور. نعم تم توفير سيارات في خلال يومين، تم توفير سيارات وتم توفير صيادلة أوكي، وانطلقت بعد يومين إلى الإمارات الثانية. يعني إحنا فقط خدنا بها يومين لاتخاذ القرار والحمد لله أطلقناها، وأطلقناها بشكل جيد طبعا، وتوسعت لما في اليومين بدينا باليومين، وفعلا أول يوم كان فيه 45 توصيلة خارج دبي، أول يوم. ثاني يوم وصلت إلى 95 توصيلة وهكذا الحمد لله، وانطلقت بالمئات التوصيلة الحمد لله. إحنا طبعا خلت لها يمكن أسبوع إلى أن يعني تركزت العملية، لكن في خلال يومين تم توفير السيارات اللي راح تنقل الأدوية إلى خارج دبي إلى إمارات ثانية، وهذا كان تحدي كبير، لكن الحمد لله هيئة الصحة بكوادرها وبقيادتها تغلبت على هذه الأشياء. الهدف طبعا إحنا نتكلم شيء واحد، إحنا نتكلم شيء مهم جدا، نتكلم عن كل شخص عنده وصفة في النظام في هيئة الصحة يحق له أن يستلم دواء، سواء كان مواطن أو مقيم. كل إنسان عنده وصفة في سواء هو كان مواطن أو غير مواطن مقيم، وعنده وصفة يحق له أن يطلب الخدمة ويأخذ الخدمة. اليوم إحنا نقدم الخدمة لكل إنسان، كل مواطن وكل مقيم على الدولة وعنده وصفة في النظام، وسواء سواسية تعامل معهم فالتي يطلع لهم يطلعون لهم ويشرحون لهم ويعطون أي إرشادات محتاجينها ويكون في تواصل. أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، هيئة الصحة تعزز وتقوي علاقتها مع المرضى ومع المجتمع. الهدف من هذا مش فقط العلاج، الهدف من هذا الحماية، الوقاية، العلاج. العلاج هو جزء من الوقاية، لما أنا عالج أقيم من أمراض ثانية، لما عالج مرض السكري أحميه من المضاعفات، لما عالج مرض الضغط أحميه من المضاعفات، حمايته. زين لما أوفر له الدواء مهم جدا، توفر الدواء يساعد المريض على شنو؟ أن يلتزم بالعلاج، يقوي علاقته مع الأطباء، مع الكادر الصحي هو من أطباء قيادة ومرضين، يقوي علاقته معهم، يقوي علاقته ويقوي ثقته بالهيئة. إحنا هذه نبغى نقوي العلاقة، نبغى نقوي الثقة مع المجتمع، أساس إحنا نسيطر على الأمراض، نحمي المجتمع. نحمي المجتمع اليوم في وقت من الحال من
الكورونا والكوفيد 19 ونحميه في المستقبل من أي أمراض سواء حاد أو مزمن. نعم طبعا دكتور، يعني موضوع أو مبادرة دوائية من المبادرات المتميزة والمبادرات المبدعة، ومثل ما تفضلت إن هناك لها جوانب الحقيقة كبيرة، وأهم جانب هو زيادة سعادة يعني متعاملين هيئة الصحة بدبي بسبب وصول الأدوية في وقت قياسي وبوصول الأدوية مع شخص متخصص، وايضا يعني زياده الثقه بين يعني المتعامل وبين المتقدمي الخدمه. لو تحدثنا دكتور عن موضوع الشركاء، يعني تقدموا للهيئه من باب يعني بعض الشركات تقدموا للهيئه من باب التطوع والمساهمه خلال هذه الظروف الصعبه التي يمر بها طبعا العالم كله بموضوع جائحه كورونا، لو تحدثنا من هذا الباب كيف كان التعاون بين هيئه الصحه والشركاء؟ اكيد طبعا في البداية احنا اخو عبد الله شيء واحد لازم اقوله هني، ان هيئة الصحة تستقي يعني ابداعاتها وتستقي يعني المبادرات من توجهات الحكومة الرشيدة، زين، وتستقيها من يعني الشيوخ الكرام طول عمرهم، احنا نستقي من هذه الاشياء ابداعاتنا، زين، ونبدع فيها. هذا شيء اولا. الشيء الثاني ان احنا اليوم عندنا شيء مهم جدا وهو شركاء في المجتمع. شركاءنا في المجتمع ينقسمون الى قسمين. قسم واحد اللي هم موردي الادويه وشركات الادويه اللي هم ساهموا ودعموا المشروع هذا وساعدونا في نجاحه. زين، هذا الشيء الاول. نخص بهم طبعا شركة الحديثة الأدوية وشركة المدينة فرز مدينة وأيضا الفارما تريد والألفا ميت والأريدين. هذا كلهم دعموا المشروع، كان لهم دعم من البداية في المشروع، وكان طبعا دعم معنوي ومادي وأيضا تواجدهم، ويعني هي عبارة عن فريق عمل. احنا دائما الصحة نعمل فريق عمل مع المجتمع بحيث ان نكون احنا شركاء مع المجتمع، مع المجتمع الصحي الطبي الذي يقدمون الخدمة. الجزء الثاني هذا شركاء في النجاح، والحمد لله نجحنا احنا وانطلاقتنا وتواجدهم معنا. الجزء الثاني اللي احنا ايضا ندعمونا ايضا في تواجدهم بإعطانا يعني خدمات، ساعدونا في توصيل طلبات، توصيل الأشياء، هي شركة الطلبات. شركة الطلبات هاي أيضا هي ساعدت أعطانا بعض السيارات وهذا، بس إحنا طبعا بتوجيهات من عندنا وخيارات من عندنا يعني خدمات من عندنا، فقط بعض السيارات هي معظم السيارات من عندنا إحنا تابع لهيئة الصحة، بس بعض السيارات اللي هي من شركة الطلبات هي ساعدت أيضا معانا في هاي في الأزمة هذه. إحنا أيضا طبعا اليوم نشكر شركة الطلبات، نشكر جميع اللي دعمونا سواء ماديا او معنويا او ايضا يعني من الناحيه الفنيه، كلهم لهم الشكر والامتنان. احنا هيئه الصحه ايضا يعني شيء واحد عندنا ان احنا نخلق بيئه تعاون بيننا وبين القطاع الخاص، لان في الاخر احنا كنا نقدم نفس الخدمه، كنا هدفنا المريض، هدفنا المجتمع، هدفنا الصحة العامة. فتواجد الجميع مع بعض وتكاتفهم في هاي الأزمة أو خارج هذه الأزمة مهم جدا، وهذا جيدا هيئة الصحة اللي هي يعني دائما نسير عليه وإحنا نتبعه دائما سواء في أيامنا هذه الحين أو قبل أو فيما بعد إن شاء الله. نعم، نشكر الجميع اللي ساهم، بالذات شركة الطلبات واللي ذكرت اسمهم من الموردين والشركات. نعم دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة نحن أيضا نبارك لكم هاي المبادرة الجميلة، ويعني نشكركم الحقيقة أنت دكتور وفريق العمل معك على العمل الجبار الحقيقة بخصوص يعني المبادرة هاي، ومن خلالها يتم طبعا يعني تقديم خدمة متميزة ومتكاملة وشمولية، وأيضا فيها روح الإبداع لمتعاملي هيئة الصحة بدبي. كل الشكر والتقدير لك دكتور علي.
احنا نشوف اخو عبد الله، وان شاء الله ان شاء الله نبدع اكثر ان شاء الله مستقبلا، ونطلع بفكره افضل ونميزها هي الخدمه نفسها افضل وافضل، وراح نخليها تستمر ان شاء الله دائما سواء في الازمه هذه او فيما بعد الازمه، نخدم مجتمعنا، نخدم بلادنا، نخدم مواطنينا، نخدم سكان الدوله، نخدم كل انسان على هذه الارض الطيبه ان شاء الله. شكرا دكتور علي. مستمعينا الاعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي مستمعين الأعزاء لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. نذكركم أيضا بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع مستمعين الأعزاء أمانة لا يمكن الاستهانة بها. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألف ناصر السليم. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.